نتقي بالود نرقى بالعمل نسعى الإخاء نحيا بالأمل نكتب الدنيا بنهج آية وتواصل إنه الحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أحوج الإنسان وهو يتقلب بين طيات الأحياء صعودا وانخفاضا، ارتفاعا وهبوطا، سعادة وشقاء، يكد نفسه من أجل تحصيل لقمة العيش، باعثا كل قواه وطاقاته في بحث مستمر وبذل لا يتوقف. ما أحوجه إلى ما يجدد مشاعره ويريح أحاسيسه ويمتعه تمتيعا يمكنه من الإحساس بلذة الحياة بما انطوت عليه من طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن سير الإنسان دائما وراء الكدح والبذل دون تغيير في أنماط حياته سيفضي ذلك إلى آثار مدمرة لا تقف سلبياتها على صحته الجسدية، بل قد تمتد إلى صحة عقله وصحة مشاعره وإلى اتزانه النفسي وحركته في الحياة. لذلك كان من الواجب أن يكون هذا الإنسان من الدراية والفطنة، بحيث ينقلب من طور إلى طور آخر تجديدا لنفسه وترويحا لها. فلا بد من بعد العناء من راحة للجسد وتجديد للنشاط، إذ إن الحياة لا يمكن أن تسير على نسق واحد. ولذلك جاءت العبادات غير مستوعبة لكل طاقة الإنسان في ليله ونهاره ولا في عمره. ومن هنا كانت رحمة الله سبحانه أنه قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إن الإنسان وهو يخوض عباب الحياة ليس مطلوبا منه أن يغلق قدراته وحواسه وجوارحه في إطار من الكد لا يفتأ يذهب سحابة نهاره وقسطا من ليله وجل أوقاته في سبيل البحث عن الرزق والمنفعة، غير مبال بالتمتع بما حب الله سبحانه وتعالى هذا الكون من نعم وفضائل، ما أجدر بالإنسان أن يتمتع بها تمتعا طيبا في إطار الحلال المشروع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان أن يكدح كدحا يستنفد قواه ويستنزف كل طاقاته دون أن يجعل لنفسه حظا من الراحة ومن المتعة، استشعارا للجمال الذي غلف الله سبحانه وتعالى به هذا الوجود. فكان هذا الجمال في غاية من البهاء ومن الأسباب التي تضفي على حياة الإنسان قيمتها الجمالية، بل هي مما يعين الإنسان على أن يتمتع في هذه الدنيا فيحمد الله سبحانه وتعالى حق حمده على هذه النعمة. ولا شك أن للشعور النفسي أثره البالغ في مدى تقدير الإنسان للجمال وتمكينه من الاستفادة منه.
ترفيها عن النفس وتغييرا لأنماط الحياة وتجديدا للطاقات. فكما قال الشاعر: كن جميلا ترى الوجود جميلا. من هنا كان الله تعالى جميلا يحب الجمال. ولا شك أن التمتع الطيب والترفيه عن النفس إنما تقتضيه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه نفر من الصحابة يسألون عن عبادته وأخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، وكانوا هم ثلاثة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء. لأنهم عولوا أن النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يكون حال هؤلاء المقصرين المذنبين الذين لم يضمنوا لا شيئا من غفران الذنوب، بل لا يعرفون مدى العاقبة التي سيؤولون إليها. ولما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة لهذه الإنسانية قاطبة، دعاهم فسألهم فأجابوه بجوابهم، فقال راسما للإنسانية كيف تتذوق الحياة وكيف تعي أن طاعة الله سبحانه وتعالى كما تكون في النصب عبادة وخشوعا وتضرعا وتدبرا وبذلا للنفس وللمال في سبيله، تكون كذلك في الترويح عن هذه النفس، لأن هذه النفس نعمة من الله، وما أعطي الإنسان الحياة إلا إكراما من الخالق جل وعلا، وعلى هذا العبد أن يعطي كل ذي حق حقه. لذلك قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتنطع في الدين فيغالي في رهبنة وتنسك وتعطل وتعطيل للقدرات، تاركا مسيرة الحياة ومواقع التأثير فيها لغير الذين لهم حظ من إيمان ولا نصيب من خلق قويم ولا دافع من دوافع الخير والصلاح. وهذا المؤمن، لذلك كانت تلك الكلمات النبوية صارخة في عمق الزمن تتداولها الأجيال عبر مسيرة الإنسانية إلى أن تقوم الموازين القسط يوم القيامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك كان من قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان هو عليه الصلاة والسلام أطيب الناس في تطيبهم، حتى إنه إذا مر بمكان عرف من طيبه، وعرف ذلك المكان أنه مر فيه النبي للطيب الذي يفوح به ذلك المكان، والعبق الجميل للرائحة الجميلة. وهكذا يعرف الصبي عندما يضع المصطفى عليه الصلاة والسلام يده على رأسه يشم منه تلك الريح الطيبة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل في أن الإنسان عليه أن يتمتع بالطيبات، بل يأمر هذا الإنسان أن يحافظ على صحته وأن يغير من طور دنياه من طور إلى طور، حتى لا تكل عزيمته ولا يفسد طبعه ولا ينكد خاطره ولا يتكدر صفو عقله. فمن الأدبيات التي يتوارثها أو الأثر الموروث لدينا: روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا كل عمي. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لزوجاته أن يرين الترف واللهو الحلال، كما حدث عند السيدة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة، عندما جاء الأحباش يلعبون فحملها النبي عليه الصلاة والسلام على كتفه تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في زهوهم وعيدهم ومنافستهم، حتى كان يستشيرها: أكتفيتي؟ ثم وتقول له: لا، حتى اكتفت فأنزلها من كتفه عليه الصلاة والسلام، وسابقها مرة فسبقت، ثم سابقها أخرى فسبقها فمازحها فقال لها: هذه بتلك،
تطيبا لخاطرها. هكذا ينبغي للإنسان أن يستشعر الجمال في هذه الحياة وأن يعمل على أن يرفه نفسه، فإن الإنسان لنفسه عليه حقا، ولبدنه عليه حقا، ولعينه عليه حقا، فإن للإنسان على الإنسان لعينه حقا، ولبدنه حقا، ولزوره حقا، أي لزائره، ولزوجه حقا. فيأمره المصطفى بأن يعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن حق النفس أن تتجدد طاقاتها، وأن يكون بعد النصب لها نصيب من الراحة، وبعد التعب نصيب من الترفيه، لأن ذلك كله من التمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى. ومن صنوف الترفيه ما يتناسب مع كل يعني جيل بحسبه. فعندما كان الفاروق رضي الله عنه يلعب حوله شباب صبيان، أراد بعض الشيوخ أن يزجرهم، قال له ذلك الذي ببصيرته نفذ إلى حقائق قد تكون غائبة عن كثير من المفكرين أو المعتنين بالتربية أو الفلسفات الإنسانية، لأنه يستضيء بنور الله ويتأسى بالنبي. قال له دعهم، إنهم خلقوا لزمان غير زماننا. وهكذا كانت الرياضة يحث عليها الدين الحنيف. ومن الأثر المروي أيضا، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين على الرمي، أرموا فإن أباك بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. في هذا شد للعزيمة وتقوية للأجسام، ناهيكم بما يحدثه ذلك من راحة نفسية لها آثار معروفة تربويا في تجديد الطاقات، ليندفع الإنسان بعد الراحة إلى عمله أكثر نشاطا وأوفر عزيمة ويعني أشد مضاء وبأسا. لذلك كان الترفيه مطلب جمالي، وكان الجمال بحد ذاته قيمة تنبع من ديننا، لكن لابد أن يكون ذلك كله مرتبطا بالقيم الأخلاقية التي يسير فيها المنهج الإسلامي ويحرص على أدائها. وكما أنها جزء من تكوينه الذاتي، فإنها أيضا هدف من أهدافه التي يسعى تحقيقها في الخلق، ليكون لهم الكمال في إطار باه وضاف من الجمال الذي يشعر الإنسان بالراحة ويمكنه من التمتع بهذه الخيرات. فإن من الحكمة النفسية والتربوية أن تكون هناك الاستراحات، حتى في إبان الدراسة، في أوقات الدراسة لابد من فصل بين حصة وأخرى، ولابد من فترة راحة تجديدا للأفهام وتعزيزا للطاقات وتمكينا لهذا العقل أن يكون أكثر قدرة على التلقي، حتى يكون الإنسان بعد ذلك أقدر على العطاء في غزارة وفي كياسة وفي حزم ومضاء. وهكذا نجد حتى في يعني في التربيات العسكرية للذين يتشرفون بالانتساب إلى المؤسسات العسكرية ليحموا حمى الأوطان، إنما ينالون نصيبهم من الترفيه، وفي مقدمة ذلك ما يبني الأجسام بناء قويا من الرياضة التي لها أهدافها الاجتماعية، ومن سائر سبل الترفيه المشروعة التي تزيد الإنسان رونقا في مظهره، وراحة في قرارة نفسه، وقوة في جسده، ورغبة في مضاعفة الجهد فيما يقبل عليه من أعمال جدا واجتهادا، رفعة للوطن وإعزازا للنفس، وتقوية وانسجاما مع هذا الدين الحنيف الجليل الجميل. أيها الإخوة، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرقى بالعمل نسعى للخير نحيا بالأمل نكتب الدنيا بنهج آية وتواصل إنه الحق نزل هكذا الدين أتانا ناصحا يرتقي بالناس عن درب السلام.
علم الحيران ما لم يعلما هكذا بالنصح يامر بالعمل وتواصل إنه الحق نزل.